مرحبا بمتابعي وزوار الجدد للقناة. في حلقة اليوم سوف نقوم بصنع تيستر لفحص اللدات. إذا هذا هو المخطط، سوف نستعمل محول ومكتفات وديودات. إذا تابع معي الفيديو. إذا بداية نحن بحاجة إلى اثنين من الدايود 4007. إذن سوف أقوم بتركيبهم على لوح البريد بورد على هذا الشكل، ثم أركب معه الثاني توالي. نحن بحاجة إلى مكتفين، واحد مايكروفاراد 50 فولت. إذن سالب سوف يركب مع موجب الدايود الأول، وموجب مكتف سوف يركب مع سالب الدايود الثاني. وأقوم بربط سالب المكتف الأول مع موجب المكتف الثاني على هذا الشكل. إذن وبالتالي قد انتهت الدائرة. سوف أضيف مقاومة 100 أوم، سوف أضع في موجب الدائرة أي موجب المكتف على هذا الشكل. نحن بحاجة إلى محول. هذا محول لديه يخرج جهدين، الأسود 12 فولت والأحمر 15 فولت. إذا سوف أستعمل الأحمر 15 فولت كي أحصل على فولتية مرتفعة. إذا سوف أقوم بقياسها. إذا لاحظ معي 15 فولت. جيد. إذا سوف أقوم بتركيبها في الدائرة. لا فرق إن قمت بقلب الأسلاك لأنه تيار متردد. إذا سوف أضع سلك بين الديودات، الديود الأول والديود الثاني، والسلك الآخر سوف أقوم بوضعه بين المكتفات، المكتف الأول والمكتف الثاني. إذا لدي الملتيمتر، قمت بتركيب الأسلاك مع الأسلاك الخاصة بالملتيمتر على هذا الشكل. إذا سلك سالب للملتيمتر سوف يركب مع سالب المكتف، يعني المكتف الثاني. والسلك الأحمر سوف يركب مع المكتف الأول مع الموجب. أو عفوا، سوف يركب مع المقاومة للحفاظ على الليدات من الجهد المرتفع. إذا لاحظوا معي سوف أقوم بتجربة هذا الليد، سوف يعطيني أيضا الفولت الذي يشتغل عليه. إذا 2.2 فولت، الأحمر، الأخضر سوف تكون غالبا 1 أو 2، 1.92 تقريبا 2 فولت. الدلل الأبيض 2.6 فولت. إذن هذا ليد لمصباح ليد 9 واط، مصباح 220 فولت. إذا هذه الدائرة تشتغل بكفاءة عالية.
دي لدي هنا دايود زينر، سوف أتعرف على الفولتية الذي يعمل عليها، يعمل على تثبيتها. إذن هذا زينر 5 فولت، أربعة ونصف فولت، هذا زينر غالبا 10 فولت. ده هذا جيد، تلاحظ معي حتى إن قمت بتلمس الأسلاك لن يحدث أي شيء ولن تسبب لك أي صعقة.